بفعل الشارع معاهم. طب لو جربنا التجربة دي بالعكس، يا ترى هيكون رأي الشارع ايه؟ عيب الناس لو راجل مش هتكذب. كان يوم اسود يوم اتجوزت جوازة سودة ومهببة، خلاص جوازة سودة ومنيلة بستين نيلة. شايف ان انت كده راجل؟ انت شايف ان انت كده راجل؟ شايف ان انت كده راجل؟ انت شايف ان انت كده راجل؟ طب ليه يا حبيبي تضربيني في الشارع كده؟ انت كده راجل؟ ها؟ ما انت مش راجل يا حبيبي، خلاص ما تضربينيش في الشارع، عيب الناس بتتفرج. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، اشوف فيك يوم. انا اعمل ايه طيب؟ انا اللي عليا تحمل والله. ولا انت مايز ولا انت مايز وراك؟ انت مالك انت بتشحر؟ يا راجل يعيط كده؟ يا راجل يعيط كده؟ شو بيته؟ قلم في عينك، قلم في عينك. مراتي برضه، مراتي مراتي مراتي، انا بحبها يا عم، انا بحبها والله. ايه يا راجل انت ده؟ يا دول كلها تعيط، ايه الرجوله المعببه دي؟ يا جماعة مش أنا خالص اللي انتوا شفتوه ده، يعني أنا مش أنا، دي مي على فكرة، أنا خلود دي مي، وده محمد مش عمر. لا يا شيخ مش عمر. أنا مش عارف أوريلكوا وش إزاي بعد اللي حصل ده، بس أكيد طبعاً إن هو كان تمثيل. وأصعب حاجة كانت في الموقف ده إن لما تعمل كده ومراتك تضربك في الشارع وأنا بمثل، بعدين أبص ورايا ألاقي كمية ناس غريبة يمكن مش ظاهرة لحضراتكم طبعاً في الـ في الـ في الشاشة، بس هو طبعا في المونتاج اتشال منه حاجات كتير لان كان فيه الفاظ سمعت طبعا. الفاظ طبعا انا اللي اتشتمت طبعا مش هي، الموضوع كان بالعكس تماما. انت ممكن تكون اتشتمت بس الناس حقيقي كانت بتبص لي باحتقار غير طبيعي، يعني امال انا يعني احنا الاثنين، يعني الفرق بين التقرير همسه وممدوح، لما كان ممدوح بيتعدى على همسه بالضرب بالتمثيل برضو يا جماعه، عكس تماما، عكس تماما اللي حصل يعني معايا انا وعمر. يعني انا شفت الناس بتحتقرنا. طيب. احنا الاثنين هقول لك حاجه دلوقتي يا خلود، انا شايف ان انتوا الاثنين بتقولوا كلام حلو لبعضيكوا. انت عاجبك الكلام اللي بيتقال ده؟ لا تعالي بقى نتكلم معاهم احنا الاثنين بقى. انا عايزه اقول على حاجه بس. ايوه هي خلود كانت ضربتها جامده قوي. لا هي بص، ما انت لو كان ممدوح كنت وريته بتضرب ازاي. انت راجل ما عندكش دم. انت راجل ما بتصرفش على الدنيا يعني كيوت. وليه كانت بتعمل قبل ما تيجي تاخد الاكشن، يعني قبل ما تضرب الضربه كانت تقول ايه؟ انت راجل ما عندكش دم. يعني انا هضرب. الالفاظ اللي كانت بتتقال لك اكتر، انت مش راجل؟ مش راجل فيما شابه ذلك طبعا بالفاظ. يعني الناس كانت كلها متضايقين من الموقف ده فعلا جدا. والغريب ان هما كانوا ستات، يعني انا اتشتمت اكتر من الستات. يعني الستات قالت ما تطلقها، هو انت متمسك فيها ليه؟ ده انت راجل. لا فالموضوع طب ليه؟ يعني هو بصراحه كان المفروض في ساعه الموقف ده يروح يقول انت طالق ويخلص على طول. لا لا ده كمان مش بس ستات، ده كمان في راجل حقيقي بجد يا جماعه كان هيتعدى عليا بالضرب. انا كنت هتضرب بقى بدل ممدوح اليوم ده. راجل من كتر كنت هتضرب والله العظيم، يعني احنا شلناها في المونتاج طبعا، بس من كتر ما الراجل استفز انه في ست بتضرب راجل او بتضرب جوزها عموما، الفكره اصلا بالنسبه له كانت اللي هو انت ازاي تعملي كده؟ فرديت عليه. طب انت ما خفتيش؟ فرجع كان هيضرب. انا اترعبت منه، اترعبت. يا حسيتي ان انت ممكن فعلا تتضربي في الشارع لو فعلا الموقف ده اتكرر؟ طبعا طبعا. وده بقى وراك رجاله. ايوه ورايا ستات جامده. انت عارف انا ساعتها قلت له ايه؟ كان داخل يضربها قال لي اضربها بالقلم. أيوة. طلع والراجل داخل متنرفز عايز يضربها. قلت له لو سمحت ما تضربهاش، دي مراتي حبيبتي. قال لي اولعوا انتوا الاثنين. راح ماشي وسايبنا احنا الاثنين، وانت كمان بتتضرب ومراتك وحبيبتك، انت تستاهل بقى اللي بيحصل. لا بجد يا استاذ، يعني حاجه غريبه قوي. يعني الناس بس اكتفوا ان هم يقولوا امال انا اتضربت علقه ليه؟ طيب يعني اشمعنى هم اكتفوا بقى قالوا عشان انا ست طبعا. خلي بالك في فرق. طب انا اتضرب ليه؟ ما حرام برضه. يعني انا عايزه اقول على حاجه كمان حصلت بجد، انه عمرو من كتر ما هو كان جوه الدور بتاعه قوي، المقهور، الراجل المقهور اللي هو اللي مش قادر ان هو طبعا يعني يواجه عنف زوجته بعنف، كان بيعيط. انت يعني عيطت بجد صح؟ بص هو الجو كان حر الحقيقه، فلما عرفت عليا نفسي والله عرفت. وبعدين لقيت نفسي اللي هو ايه ده؟ طب الناس بتتفرج عليا. لقيت نفسي لا يعني بنزل دمعتين كده، وبعدين الناس اقتنعت وفضلت عامل كده. وبعدين انا لحظه ما لما عملت كده كنت بضحك على رد فعل الناس اكتر من ان انا بتضرب مثلا في الشارع. رد فعل الناس وحاجه من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي افتكرتها دلوقتي فعلا في التقرير، كان في واحده معديه ست
أيوة. انا بشكرها على الهوا جدا. الست دي قالت لي طيب اسلفك يا ابني وتديها الفلوس وتتصالحوا وتروحوا بيتكم. يعني بصوا كانت خناقه فلوس. بصوا الجمال بتاع الشاب. حاجه رهيبه. بغض النظر كان المبرر ايه يعني، شوف المساعده ست بتساعده بالشرف، بتقول لو انتوا بتتخانقوا عشان فلوس خد الفلوس. دي حاجه حلوه يعني، في اقبال المساعده. في ست بقى ثانيه كمان قالت لعمر ايه، قالت طب ممكن اسلفك بس تبقى راجل. يعني هي صعبان عليها ان هو يعني قدامها يعني صعبان عليها، فقالت له طيب ممكن اسلفك بس تبقى راجل. بتيجي تطرح سؤال عايزه تقومك. لازم تطرحوا سؤال، لازم. يعني ازاي بيواجه فعلا المجتمع المصري عنف بيقع على الرجل بدل المراه؟ يعني احنا شفنا طبعا العنف اللي كان على المراه الاسبوع اللي فات يوم السبت. الحقيقه احنا ده اللي احنا عايزين بقى نعرفه، ازاي بيواجه المجتمع المصري العنف ضد الرجل؟ اقول لكم احصائيات يا جماعه. اقول لكم والله احصائيات في المانيا، في برلين كمان عملوا حاجه زي ملجا كده للرجاله علشان بيتضربوا من سيداتهم. يعني انا ما كنتش مصدق لما قعدت قرات الموضوع ده، لقيت ان فعلا في رجاله كتير بتتضرب بالات حاده، بيتضربوا من الستات وبيتضربوا بالاقلام وبيتضربوا، فعملوا لهم زي ملجا كده يعني اعاده تاهيل للرجاله هناك في المانيا. الحمد لله احنا في مصر مفيش الكلام ده طبعا، احنا مسيطرين على كده. الحمد لله يعني. لا بس احنا عندنا نسب مش عايز اقولها لكم. ففي المانيا في برلين عاملين ملجا للرجاله لما تتضرب من ستات، هيروحوا للملجا يقعدوا ياهلوهم نفسيا ان هم يرجعوا يعيشوا تاني في المجتمع. انتوا متخيلين؟ تخيل ده حصل في مصر هنا. انتوا مفتريين ازاي؟ انا عمال اتخيل كده لو ده حصل في مصر بقى في ملجأ للرجاله كده اللي مراته بتضربه يروح الملجأ. انا عايز اعرف الرجل المصري النهارده يعني الحل الوحيد اللي ممكن يواجه بيه عنف المراه انه يطلقها، ولا ان هو النهارده يجي على نفسه ويبتدي النهارده يعاتب نفسه اكتر فيبقى عنده امراض نفسيه اكتر؟ يعني ازاي الرجل بقى المصري فعلا ممكن يواجه العنف ضد المرأة؟ خلي بالك احنا بنطرحه بقى للسوشيال ميديا دلوقتي، عايزين خلي بالك كمان ان الراجل زمان غير دلوقتي والست زمان غير دلوقتي. الست دلوقتي بقت قويه اكتر، فبالتالي ظاهره العنف ضد الراجل من المرأة انتشرت اكتر. يعني الست زمان كانت مطيعه اكتر، مهيضة الجناح بالظبط. دلوقتي المساواة طبعا برضو عملت حاجات كتير، غيرت مفاهيم كتير في حياتنا. ثانية واحدة بس، معلش اقطع كلامك، انتوا كنتوا ضعاف زمان، الرأي وسكيلك كانت ضعاف؟ لا دي حادثة، دي حادثة. لكن انت النهاردة بتلاقي بقى المرأة والسطور وبتلاقي بقى حاجات كتيرة جدا. بس انا بتكلم دلوقتي او احنا بنتكلم يعني ستات انا وخلود، انه فعلا الست ممكن نقول بين قوسين انها توحشت شوية، نظرا لكمان ضغوط نفسيه واجتماعيه جامده جدا وماديه. يعني في طبعا الماده كمان عليها عامل كبير جدا، ان الست النهارده ابتدت تتوحش اكتر لانه متطلبات الحياه بقت كتيره قوي وهي مش قادره تسد في كل الجبهات. والراجل للاسف كمان يعني برضه عشان ندي للطرفين حقهم، الراجل بقى برضه نوعا ما بيتخلى عن الوظائف بتاعته بتاعت زمان اللي كراجل. فاحنا ده اللي احنا كراجل بقى. عندي سؤال ليكوا كستات. ايوه بقى، ايوه انت اتضربت كتير قوي في الحلقه دي. قول بالظبط، يعني ايه اللي يخليكي او ايه اللي يدفعك ان انت تعملي منظر زي ده في الشارع، تمدي ايدك على جوزك، او ايه المرحله ايا كانت هي اللي توصلك للمنظر اللي احنا شفناه في التقرير ده؟ تعملي ايه مثلا لو انت متجوزه واحد تنزلي تضربيه في الشارع، يبقى عمل لك ايه؟ لا عمري ما اضرب راجل، يعني اما مش متخيله ان انا ممكن يعني اتجرد من انوثتي. بلاش انت يا خلود. لا قصدي ده الست دي كده بتتجرد من انوثتها، يعني الست يعني الرقه والجمال والرومانسيه، يعني الست انثى، فلما تعمل كده هيبقى يعني الموضوع اتقلب تماما، اتعكس تماما. مش معنى كده على فكره ان انا بشجع الراجل يضرب الست، لا، هو العنف مرفوض في الحالتين، ولكن الغريب قوي انه الست تضرب الراجل. ده غريب قوي على مجتمعنا. على اقول لكم دراسات تاني في مصر، اقول لكم دراسات مضطربه نفسيا اكيد. انا اقول لكم دراسات في مصر بقى، اللي المشاكل عندنا في مصر ما بين الرجاله والستات، وبالذات الستات لما بتضرب الرجاله مش من الناس الفقيره، من الاماكن الهاي كلاس. والدوافع بيبقى دوافع ايه بقى؟ كف يعني، مش دافع مادي يعني. لا الموضوع بقى مش اللي هو احباط وبتاع، جرائم القتل او الضرب الازواج من الزوجات، هو الموضوع مع الناس الهاي كلاس، مش الناس اللي هم الطبقه الفقيره. لا يعني ده دي بقى دراسات مصريه، واللي بالكياس السوداء والمراه والسطور والحاجات دي من الناس الاغنياء مش من الناس الفقيره. او لا بقى على دراسه ثانيه، ده انفعالات بقى وحاجات كبت من زمان، وتعليم طبعا غلط من البيت والتربيه. لا مش ماده، الموضوع مش ماده. لان بقى الدراسه اللي عندك
لا في دراسه كمان مهمه جدا انا استغربتها الحقيقه قبل ما ادخل الهواء عرفتها، انه في دراسات اثبتت بالفعل انه 50% من الرجال المصريين معرضين للعنف من الستات المصريات. احنا مظلومين يا جماعه، الحقونا. انا اصدق يعني الحقوا نفسكم يا رجاله. 50% يعني اعتقد ده رقم كبير ورقم صعب جدا. هل يعني عايزين بقى كده مشاركات من حضراتكم على الارقام اللي ظهرت على الشاشه؟ عايزين نتحد كده يا رجاله، عايزين نسمع صوت الرجاله المصريه اللي بجد. هل فعلا مراتك بتقسو عليك وبتعنفك كده بشكل او باخر، بتمد ايديها عليك ولا لا؟ 50% في مصر انا مش عايز اقولها بتضربك. انت عارفه دي في في بريطانيا. بس انا عايز اقول على حاجه برضه، يعني مش يعني يسمع كده. قولي قولي قولي. انا عايز اقول على حاجه برضه، يعني ما هو ما فيش دخان من غير نار، يعني اكيد الست وصلت لكده نظرا لحاجات كتيره حصلت من الرجل، والعكس صحيح. يعني مش عايزين نلوم طرف واحد بس، اكيد الاثنين هم اللي وصلوا بعض لهذا أو لتلك النتيجة. يعني أكيد يعني الراجل تخلى عن حاجات معينة في رجولته، والست برضو تخلت عن حاجات في أنوثتها هي اللي وصلت المجتمع للعنف اللي احنا شايفينه من الطرفين دلوقتي. طب المشاهد بيتفرج معانا دلوقتي ويشاركنا، عندكم السؤال وكلمونا في التليفونات وتعالى ناخد وندي مع بعض نشوف الموضوع. فعلا الست بتمد ايديها على الراجل 50% هنا في مصر، في برلين عاملين لهم مؤسسه، 40% في بريطانيا. يعني الموضوع فعلا حد شاف حاجه زي كده قدامه؟ يا ريت تشرحوا لنا وتقولوا لنا، وتليفوناتنا موجوده قدامكم على الشاشه، وجاوبوا على السؤال. جاوبونا صح ولا انا غلطان؟ وفي سؤال تاني برضو مهم جدا، لو انت راجل، انا هسالك انت تمام، وبسال كل الرجاله اللي بتتفرج علينا برضو، لو حصل معاك الموقف ده في الشارع، هل هتمد ايدك عليها برضو في الشارع وهتضربها زي ما ضربتها؟ هتطلقها ولا هتطلقها، ولا هتستنى لما تروح البيت وقتها بقى يعني تاخد بقى وتدي معاها في البيت براحتكم؟ والله والموضوع يعني يا مع الشهداء والابرار. واحد مع الشهداء طلعت في المكان الجميل. طب نغزتك نغزه بس كده؟ لا ما اظنش ان انا هوصلها كده، يعني انا اكيد انا بتربيتي او تعليمي ما يوصلنيش ان انا ممكن اتخانق مع مراتي في الشارع. اكيد هيبقى في مكان مقفول علينا نقعد نتكلم ونتناقش حتى لو بصوت عالي. بس عملت ده معاك في الشارع؟ لا ما ينفعش، ما اظنش هيوصل للمرحله. لو اتفاجئت مثلا؟ لو اتفاجئت انا هلتزم ان انا امشي، ما ينفعش ابقى موجود متواجد في المكان ده خالص نهائي. اكس لازم امشي لغايه ما نبقى نقعد نتفاهم بعد كده. رياكشن ممدوح عمل ازاي اول لما انت قلت له؟ عشان كده بقول لك مجرد ان انت بس تقول لكل راجل دلوقتي وتساله، لو الست يعني ضربتك او الست مثلا عنفتك او كل الحاجات دي، في رجاله اصلا لا يتقبلوا السؤال، يعني ما عندهمش الاوبشن اصلا ازاي مراتي تضربني اصلا، او ازاي مراتي تهني قدام الناس. يعني في رجاله لا تسمح رجولتهم بده تماما. اكيد اكيد. انا عايز اسالك بقى انت يا عمر، ليه كده؟ انا لو النهارده يعني لو النهارده انت واجهت عنف نفسي، مش هقول لك عنف يعني برضو جسدي. اوكي نظره مش حلوه، كلمه مش حلوه، ممكن حتى فعل مش حلو، هتواجه ده ازاي؟ برضو هيبقى نفس فعلك، رد فعلك نفس برضو العنف الجسدي؟ بصي انا شايف ان هي بتختلف من شخصيه للتانيه، يعني انا شخصيتي ممكن تكون مختلفه تماما عن شخصيه ممدوح. في واحد ممكن يقبل بده ويسكت، وفي واحد تاني ممكن لو حد عمل فيه بس اللي هو لبسه كده خلاص يبتدي بقى يزعق ويشتم ويضرب و و و في ناس تانيه بتفضل ان هي تبعد شويه وبعدين ترجع. انا من النوع اللي بيبعد شويه وبعدين لما يهدى كده يرجع تاني. خالص رايق برج الاسد. رايق برج الاسد. هو لا هو تصرف ورزين كده، عارف يا امس في الموقف زي ده اكيد انت مش هتقعدوا بقى تردوا على بعض يد بند وانا اتخانق معاكي وانت تتخانقي معايا ونضرب في بعض. اكيد لا، هنقعد في مكان نعرف نتكلم فيه. يعني ما يحصل شجار زي ده في الشارع، لو واحد بيتخانق مع مراته هيتسيبه وتمشي، ولو هو ولو هي بتتخانق معاه هو يسيبها ويمشي. لازم، ما ينفعش الناس تتفرج عليك. بس هتدي لها عذرها لو هي مثلا نظرت لك نظره وحشه جدا او قالت كلمه وحشه جدا، هتدي لها عذرها ساعتها ولا برضه هتطلقها؟ هتطلقها الرحمه ساعتها. برضه انت مش عايز حد يتكلم معاك. لا بس في فرق كبير جدا بين العنف اللفظي والعنف الجسدي بقى، يعني ده في فرق كبير. انه ست تضرب راجل او تقول كلمه، ممكن لو اتخانقتي معاها تقولي كلمه خارجه مثلا عن شعورك، لكن تضربي الرجاله بتضرب. لا ضرب لا طبعا. انا اول تليفون رجالي من وليد. يا وليد مساء الخير. وليد يا وليد، وانا قريت على التليفون. انا حاسس وليد هيرد علينا بصوت واطي بقى. الو وليد. وليد كمان. طيب وليد ارجع كلمنا تاني، احنا عايزين بقى الرجاله كده تتحد. اتحدوا يا رجال مصر. 50% ده الاحصائيه بتقوله، 50% من الرجاله في مصر بيتعرضوا للعنف الجسدي من زوجاتهم، و40% في بريطانيا.
طب انا عايزه اسال بقى خلود سؤال. خلود، انت كنتي الزوجه المفتريه اللي بتضرب. طب انت لو انت ماشيه في الشارع دلوقتي ولقيتي طب نرجع لوليد. يا وليد. ناخد وليد على التليفون. الحمد لله على السلامه. وليد. يا وليد. هو انت طلع السائل انت يا وليد ولا يا وليد؟ تتعرض لعنف ولا ايه؟ يا وليد تحدث. هو ده كل ما يتكلم بتتقفل السماعه عشان ما تتكلم بلا خوف. طيب وليد ارجع كلمنا تاني او رد على الصفحه بتاعتنا على البيج يا وليد لو مش عارف تكلمنا. رد علينا. فعايز اسالك يا خلود، انت لو شفتي الموقف ده قدامك هتتصرفي ازاي؟ هتروحي تكلمي الراجل ولا هتروحي تكلمي الست ولا هتتفرجي من بعيد لبعيد وانت خايفه ممكن ينوبك من الحب جانب برضو كلمه من الست كده ولا كده؟ لا بصي، إيه؟ لو حصل الموقف اللي انتوا مثلتوه انت وممدوح انه راجل بيضرب ست انا هتدخل. طب ولو العكس؟ لكن لو العكس انا مش هتدخل، لاني انا بصراحه هبص للاثنين يعني هيقلوا في نظري كتير سواء الست او الراجل، فمش هتدخل خالص خالص. ولا هتقولي لها كلمه ولا هتقولي له كلمه؟ لا خالص، لان الاثنين غلط يعني. طب وانت مين بقى اللي الراجل بيضرب ست؟ انت شفت الشعب المصري بيعمل ايه؟ لا الست اللي بتضرب راجل. الست بتضرب راجل؟ اكيد انا هتكسف ان انا اخش اتكلم بصراحه. معاها او معايا؟ مع الاثنين، مش عارف هبقى واقف مش عارف اعمل ايه، هبقى ايديا متكتفه، هعرف اخش اقول لهم ايه؟ وهي ممكن تقول لي مالكش دعوه انت، هو يقول لي سوري معلش بتزعل حضرتك، فاكيد انا هبقى متضايق ساعتها. هو مالكش دعوه بينا، احنا بنصفي خلافاتنا. لكن لو راجل ما ينفعش. هو ده المجتمع، ده المجتمع اللي انا مش مفهوم. الراجل يتعامل عنف ضد المراه تلاقي الناس كلها وقفت وضرب. المراه تتعامل ضد الراجل تلاقي الناس كلها. هقول لك ليه انا ليه بقول كده، ليه بقول ان انا هتدخل في الموقف ده ومش هتدخل في موقف تاني؟ لانه يا جماعه الست ست والراجل راجل، مهما عملنا ده حقيقي. الست ست انثى، ست كائن رقيق، الست يعني المشاعر والرومانسيه والحاجات الحلوه، الراجل راجل ده حقيقي. طب احمد من القاهره. الو يا احمد، رد عليا يا احمد. يا جماعه سؤال بيحصل، هو قاعد على التليفون النهارده فوق. طب يا ريت ست بقى تكلمنا. ضغط تليفونات، ضغط تليفونات، بس خلي الرجاله تتكلم. انا وحش لصوت الرجاله. ممكن ست هي اللي المره الجايه تتكلم وصوتها يبقى مسموع. انا حاسس اللي قاعد على التليفونات بيقفل التليفونات واحده ست. ما انا حاسس ان هي ست برضه. انا حاسس والله. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني ناخد تليفونات، تفتكر احسن نديهم كده بريك؟ طيب نروح نشوف فاصل كده سريع ونرجع لكم تاني. تحيه طيبه وبعد. لسه مكملين معاكم في تحيه طيبه وبعد، لسه مكملين في كلامنا المراه والعنف المراه ضد الرجل، الناس المهدور حقها في المجتمع، الرجاله اللي مش عارفين تاخد حقها في المجتمع، الغلابه في المجتمع، المقهورين في المظلومين، يا غلابه والله الدمعه هتفر. بص الاثنين مش سايبين بلاش قوي كده، عشان برضو في رجاله كتير قوي بيضربوا ست، في رجاله كتير بيتصلوا مش عارفين يتصلوا، واضح ان مراتاتهم سيطرت على التليفون. وليه ما تقولش ان هم حاسين بالذنب ان هم بيعملوا برضو كده في ستاتهم، فمش قادرين يعني يبقوا كده في الموضوع. احصاءات العالم كلها يا همسه بتقول انتوا. ايوه في هقول ايه؟ قولي تاني اللي قلتيه تاني. انا بقول ممكن يكونوا حاسين يعني بتأنيب ضمير ان هم مش قادرين يا حرام يتفاعلوا مع موضوع الحلقه، لانهم حاسين ان هم اللي عندهم العنف كله وهم دايما اللي ظالمين الستات. طب وليه الستات ما حسيتش بتأنيب ضمير لما عرضنا التقرير اللي كان اساسا الراجل بيضرب الست فيه واتكلموا وشايفين ان هم يمكن حاسه انه يستاهل والراجل ده اتضرب بسببه، يمكن حاسه انه يستاهل مثلا. طب يمكن احنا حاسين برضه انه يستاهل، ان هو يستاهل. ايوه ما كل ست عندها دوافعها على فكره، انت شرفك هي بتواجه قهر شكله ايه، وانت ايش عرفك هو بيواجه قهر منها شكله ايه. ايوه ما هو مفيش دخان من غير نار، ده اللي احنا بقى قلناه. مفيش فعلا. هو بينا برضه على فكره، انت ما تعرفيش ايه الضغط اللي تعرضت ايه؟ ايه الضغط اللي تعرضنا له برضه علشان، او ايه الضغط اللي هي تعرضت له عشان تعرف الراجل كده؟ الضغط كتير جدا. قولي له والنبي بقى خليه بالك. ممكن الست تعمل ده يعني تمارس العنف ضد الراجل لما هي تتعرض للعنف بالظبط، لما تدافع عن نفسها ممكن جدا تعمل ده على فكره، وانا ساعتها مش هلومها قوي بالظبط.
لانها بتدافع عن نفسها. ده دي اول حاجه. انا اقول لكم حاجه بقى، اقول لكم حاجه قبل ما تكمل هي بقت كلامها. التليفونات على فكره كانت بتيجي كتير قوي عشان كنت بسال في الفاصل. التليفونات بتيجي كتير قوي، ومن كنت ضغط التليفونات التليفونات بتقع. فيعني هو الناس اصلا متفاعله جدا بس مش عارفين يتفاعلوا معانا النهارده. فالنهارده يعني الحمد لله يعني الحمد لله بس هو غصب عننا مش عارفين يدخل تليفونات الناس. فحاولوا انتوا بقى تجاوبوا على البيج عندنا، واحنا هنكملين معاكم. هم في الكنترول هيقولوا لنا ايه الاجابات اللي انتوا قلتوها، واحنا هنحاول نجيبها لما نخش بقى في الفقره الثالثه. وكمان على الاس ام اس ممكن تبعتوا لنا كمان رسائل على 17 20 كده، عايزين نعرف رايكم في الظاهره الغريبه الست اللي بتضرب الراجل. وبما ان في احصائيه مصريه بتقول ان الراجل المصري بيعنفوه او زوجته بتضربه بنسبة 50% بيتعرضوا للقهر الجسدي او العنف من الست. في بقى نموذج جميل جدا جدا وفي منتهى الطيبه ما ينفعش ننساه. النهارده كنا واحنا بنصور التقرير، عم عوض. عم عوض هو عامل النظافه اللي بيشوفنا دلوقتي، انا بسلم عليه وبشكره جدا لان هو كمان حاول على قد ما يقدر، وقف تقريبا ساعه يا عمرو يصلح بين مي ومحمد، وصعبان عليه محمد جدا ان هو بيعيط. وبعدين عمال يعني ينصحه بقى ازاي يعامل مراته، قد ايه كان بسيط وكان جميل. ممثل بارع ولا بيعيط فعلا؟ بيعيط يا جماعه، انتوا ما شفتوش كل حاجه في المونتاج، في حاجات احنا شلناها. لا عمرو مش ممكن، يعني مقنع جدا ان هو راجل مقهور من المراه الحديديه اللي قاعده جنبي. بتضربه وحشه. لا 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 بجد مش قادره اصدق ان انت متوحشه خالص على فكره. لا لا مش عايزه والله، مش عايزه. مش عايز. طب اعرض لك التقرير الثاني بجد ولا حاجه؟ التقرير الثاني؟ لا اعرضه لك. طب اقول لكم على حاجه. لا انا فاكرها. ماشي. طب اقول لكم على حاجه بجد، انا خلود لو انا شفت الموقف ده من ست وان هي مقهوره ماديا انه جوزها مش قادر ان هو يصرف على البيت، انا هكون يمكن في صف الزوجه شويه، لان ده نوع من القهر النفسي. يعني تضربه؟ مش، لا انا ما بديلهاش على فكره عذر، بس خلي بالك انه في شخصيات بتبقى ضعيفه جدا ان هي ما بتقدرش تتحكم في اعصابها. فانا ما بديلهاش طبعا العذر، بس في نفس الوقت انه يعني هي اكيد بتواجه نوع من انواع القهر النفسي، ان هي نفسها تعيش في مستوى احسن، عايزه تخلي ولادها في مستوى تعليمي احسن. ده نوع من انواع القهر النفسي، انه الست نفسها تشوف بيتها احسن بس جوزها مش قادر يكفي احتياجات البيت وضعيف الشخصيه. يعني بس هقول لك على حاجه، ليه دايما شايفين ان انتوا مقهورين وان انتوا فعلا مش مقهورين. الناس كلها ضدكم، ده نوع من انواع القهر النفسي. يعني هو ده راي نفس سالي برضو. يعني سالي بعت دلوقتي على الفان بيج بتاعتنا تحيه طيبه، وبعد على الفيسبوك بتقول ان لو جوزها عملها كده هي هتعمل نفس اللي خلود عملته في التقرير. فصدمتيني برايك يا سالي الحقيقه، فحاولي لا يعني يبقى في طريقه او ثانيه، مش عشانك ولا عشان جوزك، ولكن في بينكم اطفال. اطفال لما بيشوفوا الحاجات دي اكيد بتاثر على نفسيتهم، وهتطلعي جيل مش عايز اقول مشوه بس جيل سالي. سالي كده فعلا وضحت ان الموضوع فعلا 50% في مصر الرجاله مكورين. يا سالي ازاي يعني، ازاي الست تضرب راجل، وازاي راجل يضرب ست، ازاي اصلا يحصل بينهم ضرب؟ يعني انتوا الاثنين روحين، ففي تفاهم مش متفاهمين بيحصل ده بالزبط. لكن تضربوا بعض وتوصلوا للمرحله المسدوده دي، يعني انا بتهيألي ما ينفعش كل مقاييس. عشان كده انا بشجع لحاجه. طبعا انا مؤمنه جدا بفكره المساواه بين الراجل والست. تمام. جدا، ومؤمنه كمان انه الست ليها حقوق زي الراجل، وان احنا الاثنين بني ادمين. تمام. اوكي، ده احنا اللي بقى لنا حقوق زي الست. ولكن والله ده احنا اللي بقى لنا حقوق زي هم بقت اكتر مننا. طبعا للاسف حصل خلل بجد والله بين دور الست ودور الراجل في المجتمع، خلل حقيقي. دلوقتي الراجل ما بقاش عارف دوره ايه، والست ما بقتش عارفه دورها ايه. ده حقيقي. ودلوقتي الست كمان في بنسبه كبيره جدا من الاسر المصريه، الست هي الراجل والست في نفس الوقت. هي اللي بتصرف على اولادها، هي اللي بتربي لوحدها، هي اللي بتعلم لوحدها، راجل وست في نفس الوقت. فهي يا حرام الادوار اختلت. لا مش عشان الراجل عشان في حد كده يعني قال لي حاجه دلوقتي من ياسر قال لي عشان ما انتيش هتلاقي غير الرجاله اللي في ودنك هم اللي بيتكلموا. لا حضرتك ساعات الراجل اصلا ما بيكونش موجود اصلا مع ست وبيسيبها لوحدها، وحتى ما بيسالش على اولاده على فكره. لا مش شرط يكون بيسافر بره بيجيب فلوس، ممكن يكون مطلقها وما بيسالش عليها ولا بيسال على اولاده، فبتضطر الست تكون هي وحيده لوحدها بتعمل كل حاجه. فطبعا هتحس اكيد بصي يا خلود، احيانا انها الراجل والست. هقول لك حاجه يا خلود، هي الستات احنا كلنا بنحتفل بالام المثاليه وعيد الام وكده، وستات كتير قوي كانت بتشتغل في المجتمع، وناس كتير قوي تعبت منهم من الستات، والرجاله برضو بتتعب وبتشتغل وبتشقى. هو ما ينفعش موضوع الضرب او ما ينفعش موضوع العنف بين الراجل والست باي شكل كان، ده واحد.
اتنين الاتنين لازم يشتغلوا، لانه الاتنين روح والاتنين لازم يشتغلوا، يفضلوا يشتغلوا. فما فيش حاجه اسمها الراجل يشتغل والست بقى قاعده في البيت، ولا الست تشتغل او الراجل يقعد في البيت. فلازم الاتنين يشتغلوا. ده المنطق اللي بيتكلم دلوقتي. عنف ده او ده الاتنين غلط، ده حقيقي، لا نقبل ده او ده. المشكله مشكله المجتمع. طيب. المجتمع بياخد العنف بتاع الراجل وحش لكن بتاع الست عادي. معانا تليفون. طيب احنا معانا تليفون بقى من دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. دكتور وليد صباح مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى الأستاذة همس وعلى الأستاذة خلود. مساء الفل أستاذ شناوي كمان. أنا بديت الأول بمشي على الأستاذة همس وعلى الأستاذة خلود عشان العنف ضد الرجالة بس. أيوه. أنا باخده فيا شمال ولا حاجة. لا يا فندم احنا مسلمين جدا النهاردة والله، احنا دور المتفرج. طيب يعني عايزين بقى نعرف يعني تعليق حضرتك. احنا كنا بنعرض دلوقتي تقرير في الشارع، نزلنا انا وخلود وعملنا ان هي مراتي وبتضربني في الشارع وانا الراجل المقهور، وشفنا ردود الفعل في الشارع. فعايزين نعرف تعليق حضرتك الاول على ظاهره ضرب الزوجه لزوجها في وسط الناس كده، حتى لو بينهم، مش شرط بين الناس. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، هو اللي بيحصل ده نتيجه لاسباب كتير جدا، اهمها ان المراه اتفضل يا فندم. المرأة ايه؟ ايوه والنبي قول. يمارس عليها لغة. تليفونات فيها مشكلة النهارده. المرأة المصرية مقهورة من قبل الميلاد، يعني شوفوا الاتجاهات النفسية للراجل لما يجي يقولوا له ايه انت مبروك المدام حق. ضغطت. سابت بنت ممكن يشيح بوجهه خلاص يبقى قاعد زعلانة وممتعض. وتلاقي حتى الناس تقول له ربنا يعوض عليك ان شاء الله. ما تلفش مثلا. العنف مستمر عندها ويمارس في مرحلة الطفولة من أول فتان الإناث. العنف في كلام قيم، في كلام قيم، في كلام قيم بيروح مننا. مكان في شبكة بس حضرتك تكون متواجد فيه عشان نعرف نسمع الكلام الحلو ده. فأنا العنف بيمارس على المرأة من مرحلة. طب احنا بنشكرك جدا يا دكتور وليد، بس هنحاول نرجع لك تاني، بس في مشكله واضح في الشبكه عند حضرتك. قريب بقى ان اي راجل يدخل النهارده مبوظين الدنيا بايظه النهارده خالص. مش عارف هم التليفونات فيها حاجه. بس احنا قوه خارقه. لا خلوا بالكم مننا، اوعى تزعل. احنا جبنا سيرتكم كل حاجه، اللي بيجي علينا ما بيكسبش ابدا. تقولوا احنا اللي واخدين كل حاجه واخدين عاملين كل حاجه. احنا جايبين سيرتكم كل حاجه. احنا واخدين منهم المطبخ الحمد لله. على فكره ده يعني كده يعني بصف ونية جدا، لان احنا مش محتاجين ندخل مطبخ النهارده. عاملين شعرنا، مش عايزين ريحه شعرنا تبقى وحشه. وخليكم انتوا بقى في طيب اوكي، خلينا نتفق اتفاق لما نعمل اكل انا والراجل المحترم استاذ عمرو، ما حدش هيمد ايده من الاكل. اوكي، ما حدش هياكل بجد، ما حدش هيمد ايده يدوق. ليه؟ خليكم بقى انتوا بشعركم بلبسكم احنا ممكن نساعدكم لو شفنا ان انتوا عملتوا حاجه غلط ممكن نساعدكم. مش عايزين حد يساعد خالص. قادرين خلاص يا خلود، احنا هنتفرج عليكم ياكل الاكل بتاعنا. بس انا مبسوطه ان انتوا هتشجعونا والله. مسؤول لو حد راح مستشفى النهارده، انا مش مسؤول. على فكره انتوا هتشجعوا رجاله كتير جدا هيشوفونا النهارده ان هم يدخلوا المطبخ بنفسهم ويطبخوا، فدي حاجه حلوه جدا تحسب ليكم النهارده. الحمد لله الحمد لله. احنا ده مسج مهم على فكره للرجاله النهارده. اوعى بقى تقول لك انا اروح ابات عند ماما، اصل الولاد تعبان لي ظهري النهارده مش قادر اطبخ. انا هوريك بقى النهارده تعمل اكل ازاي في المطبخ، والاستاذ عمرو برده هيوريكوا اكل النهارده تعملوه ازاي في المطبخ. عندكم الاوبشن، وحاجه موضوع سهل جدا، وهتلاقيه في تفتح الثلاجه او الديب فريزر هتلاقي الحاجات اللي انا هعمل بيها النهارده دي، وهتشتغل في البيت. ولا بقى هي راحت عند مامتها، ولا الاولاد تاكلوا تعبانينها، ولا اي حاجه من الحاجات دي. زعلانه سيبها تزعل. انت تاكل كل ده يعني تستغنوا عن الست. يعني في وجهه نظر اتفرحكم قوي، في وجهه نظر اتفرحكم قوي. انتوا يعني علاء زكريا اول راجل معانا النهارده على الفان بيج بيقول رايه، وبيقول انه الراجل هو السبب انه بيدي فرصه للست انها تتعدى عليه بالضرب، وطبعا ده شيء مؤكد. الراجل هو السبب ده حقيقي. شخصيه انا قلت لكم ما فيش دخان من غير نار. ضعيفه يبقى هو اتجوز واحده غلط. يعني انا راجل شخصيتي ضعيفه، اتجوز واحده شخصيتها قويه يبقى انا اتجوزتها ليه؟ طب وليه هو ما يغيرش من في توافق ما بين الشخصيتين؟ لو انا شخصيتي قويه اتجوز واحده شخصيتها اضعف مني شويه، شخصيتي ضعيفه ما اتجوزش واحده شخصيتها قويه اكيد هتتحكم فيها. ايه كميه الشخصيات انت طلعتها لك شخصيه واحده؟ ما نرفزتني انا. خلي بالك الراجل بيخاف من الست اللي شخصيتها قويه، تمام، والراجل الضعيف هو اللي ممكن ينساق ورا الشخصيه القويه. ده حقيقي، ممكن يتجوز ست قويه. والله انا شايف ان الجواز يا خلود ويا همسه لازم يكون مقام على التفاهم بين الراجل والست. لا بقى ده شخصيه قويه ولا ده شخصيه ضعيفه، دي مؤسسه او شركه، دي مؤسسه او شركه بين اتنين بتتبني. فما فيش حاجه اسمها شخصيه قويه وشخصيه ضعيفه. هو عليه التزامات بيعملها وهي عليها التزامات. يعني عمرو
لما كان محمد ما كانش الشخصيه ضعيفه لما لا دي كانت شخصيه دي ما تنفع دي مش شخصيه ده ما كانش فيه خالص. طب انا عايز اقول حاجه يعني انت مع انه الشخصيه الضعيفه تروح للشخصيه الضعيفه؟ لا انا لازم الاثنين يتاهلوا لازم في تاهل. ما هو ده اللي احنا بنقوله يعني اذا انه في حاجه نفسيه مش مظبوطه في الشخصيه الضعيفه دي يعني اذا الراجل النهارده هو اللي بيجيب الكلام ده لنفسه يعني لما انت النهارده تربي طفل على الانكسار وعلى دي من التربيه على فكره من الصغر ان انت ما تربيش راجل قوي الشكيمه وقوي الشخصيه يبقى في حاجه غلط في تنشئه الطفل ده من هو صغير انت كسرت فيه حته الرجوله من هو صغير فلما كبر لقى نفسه ان هو مش قادر يتخذ قرار فبيلجا دايما للست مش قادر ان هو يبقى هو الليدر او هو اللي بيقود المسيره في العيله فبالتالي الست هي اللي بتقود فما يجيش يلوم الست بقى لان هو عنده تقصير اصلا في شخصيته الاثنين كده مقصرين في حق بعض اللي ده دي بتقوى على ده او ده بيقوى على دي احمد كان بيبعت دلوقتي على البيج كان بيقول لنا ايه بيقول لنا يعني كده كده انتوا ليه ربطتوا موضوع العنف المراه بموضوع الجواز ما ممكن يبقى العنف المراه في الشارع يعني ممكن واحده ست تبقى تعلي صوتها في الشارع وتتخانق وتضرب ده حقيقي وده بيحصل يا احمد انا معاك فعلا انا مش عايز اربط ده بده بس هو فعلا يعني ما ينفعش واحده ست المفروض هي الليدي والمفروض ليها ست واحنا بقى المعروف عندنا احنا كرجاله اللي احنا بتوع الطوب والزلط وهم بتوع البديكير والمنيكير ما ينفعش هي تبقى واقفه في الشارع تزعق حقها انا مش هعترض هي عايشه في مجتمع لازم تعمل في كل حاجه بس ما ينفعش انها تزعق وما ينفعش تضرب راجل يعني حتى هي يعني فين المساواه ايه اللي ممكن واحده ست تضرب ولد او مالهاش اي علاقه بالمساواه ولذلك انا يعني او ناس كتير بتدعو حقيقي بجد انه نرجع زي زمان بمعنى يرجع سي سعيد وأمينة ولكن مش بنظرية قهرية يعني مش يبقى سي سعيد هو اللي مسيطر وهو اللي بيدي أوردرز على الفاضي من غير ما يدي لها حقوقها و يبقى راجل راجل وست ست ده مهم قوي وزي ما همسة قالت حاجة مهمة قوي التربية التربية هي رقم واحد التربية هي اللي هتعمل جيل صالح في كل مشاكلنا اللي احنا بنتكلم فيها فالتربيه احنا طول الوقت في كل الحلقات بنرجع لها كل مره افتكرت بايه كده فاكر مدربه الانوثه اسماء لما كنا قاعدين مع مدربه الانوثه كانت بتقول لنا بتاهل البنات يرجعوا تاني كده ايوه انتوا بتبقوا عارفين قوي بس في نقطه يعني برضو احنا مش عايزين نغفل انه لما يقع على الانثى اي ظلم تعرف تاخد حقها طبعا يعني ما ينفعش ان الست تبقى مكسوره عشان انا لازم ابقى رقيقه لا 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 وما اتكلمش ويبقى صوتي واطي ومش عارفه ايه تجيب لها حقها لا افرض هي ما عندهاش عيله هتقف قدام الراجل ازاي لا معلش افرض هي ما عندهاش عيله ازاي ما عندهاش خلاص حقها يتهضم لا افرض واحده النهارده في الشارع عندها اخ عندها خال عندها ثانيه واحده لا افرض واحد النهارده في الشارع اتهجم عليها لسبب ما افرض هي النهارده عربيتها اتخبطت والراجل ده جري ومش عارفه ان هي يعني تتكلم حتى معاه وتقول له انت ليه عملت كده ما هي لازم تاخد حقها لازم تعرف ان هي تطالب بحقوقها ما ينفعش ان الست النهارده تبقى مكسوره وقاعده ومستنيه لا حقها يجي لغايه ما تقولش كده خالص مش عايزين الست مكسوره احنا مش عايزين. على فكره الراجل ما بيحبش الست المكسوره ده رقم واحد هي همسه مصممه تطلع الستات ضعيفه ما بحبش خالص لا لا انا مش مصممه على حاجه انا مش مصممه على حاجه ممدوح انا مصممه على انه في توافق في القوه بين الرجل والمراه الراجل معروف من زمان قوي ان هو راجل بصفه الرجوله دي صفه على فكره طبعاً مش صفات. اسم همسه انت ممكن تتخانقي مع راجل في الشارع وتضربيه عمري طيب عمري ما عملت انت عايزه ايه بقى ليه بقى ليه بقى لان انا اولا بحترم نفسي اولا بحترم نفسي وبحترم الراجل اللي قدامي لكن ان انا النهارده اهين نفسي عشان اخد حقي ده يعني امر مش مطالب خالص بيه او انا حتى ما بحبش اشوفه يعني بحبش اشوف الست اللي صوتها عالي الاجريسيف لكن ده مش معناه ان انا النهارده لو الحاجه وقعت عليا كظلم ان انا ما طالبش بيها وابتدي ان انا ضد المراه تعلي صوتها في الشارع او تضرب راجل وضد الراجل انه يضرب المراه في الشارع الاثنين اليوم حقوق تتجاب ما جابكش من الاهل ثانيه واحده لو ما جابكش من الاهل في مجتمع في قانون يجيب الحق ده ويجيب حق ده ما فيش حاجه اسمها انا اضرب او انت تضربي في قانون طب انت لما ضربتي في اهل في قانون في اهل في كبار في عائلات في احنا عندنا قيم وعندنا احنا اصول من زمان عندنا تراث يعني ما ينفعش نخرج براه طب سؤال انت لما ضربتني في الشارع يوم السبت اللي فات وكنا بنمثل انا هتكلم ده هي كانت ضربه وكانت علقه بعديها اتكلمت على جنب ما هو انا عايز اسال سؤال الست النهارده اللي بتتضرب في الشارع ما تتكلمش
ما تتأوهش يعني معاكي. ما صوتها ما يعلاش. بقول لحضرتك هترجع للاهلي، الاهلي ما جابش الحق. افرد بيبقى في قانون. لا بس هقول لك على حاجه، هتستنى بقى لغايه لما تتخرشم وبعدين ترجع لاهلها متخرشمه. لا احنا اتكلمنا مع استاذ اشرف، فاكره اتكلمنا مع استاذ اشرف، انا لازم تكون داري بقوانين بلدك. لازم تبقى داري بالقوانين بتاعت بلدك، عارفه يعني ايه القانون. بس مهم قوي ان الست كمان تكون شخصيه، واحنا دلوقتي بقينا اقوى بكتير. يعني دلوقتي كل ست بزياده عندها كيانها، متحمله مسؤوليه. خلاص احنا يعني بنتعلم كويس جدا عكس زمان. يعني الستات دلوقتي اعتقد ان احنا الى حد ما واخدين حقوقنا كويس، فالمفروض يبقى عندنا شخصيه. بصرف النظر طبعا انه لازم الاهل تتدخل اذا طبعاً حصل انه زوج ضرب زوجته، ده لازم الاهل فورا يتدخلوا، ولكن برضو الست لازم يبقى عندها دماغ، لازم تبقى قويه، لازم طبعاً تبقى شخصيه، يعني تعرف تحمي نفسها، تعرف خلاصه الموضوع بتاع النهارده تدافع عن نفسها. ان احنا عايزين نقول ولا لو في بيت من البيوت فيه طبعا حاله عنف ضد الرجل، يعني مراته بتهينه بشكل او باخر، سواء بعنف جسدي او عنف نفسي ايا كان، حاولوا تقلوا من ده، لان فعلا الاجيال اللي طالعه انتوا بتدمروها تماما. بالظبط. يعني لو انتوا قضيتوا على نفسكم خلاص دي بتاعتكم انتوا، لكن الاجيال اللي طالعه مالهاش ذنب خالص. حرام والله انها تطلع متربيه شايفه ابوها بيحصل فيه كده، فيبقى بالنسبه لها عادي لما يروح بيته عادي، ايه يعني بابا كان بيتضرب، ايه يعني لما مراتي تضربني، فهتطلعه جيل تاني وتالت ورابع وخامس وسادس عنيف بنفس الشكل. بالظبط كده. كالمعتاد الموضوع مش هيتقفل على هنا، اكيد في اوقات تانيه نتكلم فيها اكتر، هيبقى في حاجات ومشاكل اكتر هنتكلم فيها عن المراه والرجل والرجل والمراه، لان ده من قديم الازل وسيظل. دلوقتي نشوف الجيل اللي احنا هنبوظه في الاكل. الجيل كامل هيبوظ النهارده من الاكل اللي احنا هنعمله. لا خلي في تحدي، ان احنا في تحدي ايوه وهنعمل حاجات. الجيل كامل هيبقى سعيد النهارده يا رجاله مصر، اتحدوا احنا هنعمل اكل عشان محدش يحطنا تحت درس. واستنونا بعد الفاصل عشان نرجع تحيه طيبه وبعد الشيف عمرو الشيف وممدوح لغايه ما يجيبنا الشيف حسن ان شاء الله من العمره. ان شاء الله يجيب السلامه.